السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بارتال. هنكمل دروس الـ ESP .NET Core مع بعض، وفي الفيديو ده هنتكلم على إزاي أعمل فلتر، بمعنى أنا هضيف هنا تكست بوكس خلاص وباتون، هكتب اسم أي ستيدنت من الأسماء اللي موجودة هنا خلاص، واعمل سيرش هيروح يجيب لي الاسماء، او مثلا اكتب حرف الاي هيروح كل جايب لي كل الاسماء اللي بتحتوي على حرف الاي خلاص، ده اسمه فلتر. طيب تعال نشوف ازاي نعمل الفلتر ده مع بعض. نقفل البيج ونروح ليه، نقفل كل الصفحات دي عشان ما نلخبطش حد. هنروح للسوليوشن اكسبلورر، ومن السوليوشن اكسبلورر هنروح للستودنت كنترولر، من الكنترولر هروح للستودنت. طيب هنا هنروح للفانكشن بتاعت او الاكشن بتاعت الاندكس خلاص، الكلام ده هنضيفه لايه، للاندكس. هنضيف كمان بارامتر مع السورت اوردر، هعمل كوما واقول له string، نسميها مثلا سيرش string بالمنظر دوت. وهنضيف view data برضو، هقول له view data تمام، واسميها وليكن current filter. تمام، اقول لها بتساوي search string بس كده. طيب هنيجي هنا بقى قبل ما نخش في switch sort order والكلام ده كله، في الجزء ده هروح اقول له لو، وافتح قوس استخدم علامة النوت، لو string box is null، لو مش فاضي اللي هو search string، يعني لو انا كاتب فيه حاجة ده معناها ايه اللي يحصل، افتح قوسين هقول له بقى خلي لي ال students ال variable اسمه students يساوي تمام، اقول له مثلا يساوي students dot where، وافتح قوس اقول له ان الاس تساوي اس دوت، عايزين الفيرست نيم او لاست نيم، هنستخدم الاثنين، خليها الفيرست نيم الاول دوت فيرست نيم دوت تحتوي على سيرش سترينج اللي انا كتبته سيرش سترينج، واروح اعمل اور علامه الاور ان برضو الاس دوت مكانه، هقول له ان الاس دوت لاست نيم بقى المره دي تمام، نيم تمام لاست نيم تحتوي دوت كونتينز على سيرش سترينج، ونقفل ونعمل سيمي كولن خلاص. طيب انا هنا قلت له لو سيرش سترينج المكان اللي انا هكتب فيه اللي هو هيكون بعد كده التكست بوكس اللي انا هربطه بالتكست بوكس عن طريق الفيو داتا اللي هي الكرنت فلتر، لو ما كانش فاضي خلاص يبقى سجل الفاريبل، سجل في الفاريبل اللي اسمه ستودنت وشوف لو الفيرست نيم بيحتوي عليه خلاص او اللاست نيم بيحتوي عليه فروح هاته. طيب تعالى نشوف مع بعض، هنروح طبعا للفيو و students و index. هنبتدي نكتب الكود اللي هو اللي هيظهر التكست بوكس، عايزين نظهر التكست بوكس وباتون ان هو نضغط على الباتون سبميت ينفذ الامر. هنيجي ننفذه مثلا تحت فين هنا كده مثلا في الاول فوق التيبل، واجي افتح فورم اقول له ايه ESP action من الاندكس، الميثود بتاعه هنا بقى انا هحصل على معلومات فاقول له جيت خلاص تمام. نيجي بعد كده هعمل ديب عشان ننسق العمليه،
واقول له plus equal 4 action no color. نقفل الدب. نيجي هنا نفتح paragraph, نسمي الparagraph find. قال له find by name في المنظر دوت, واعمل input type equal text نص, خلاص النيم بتاعه يساوي search string اي اسم. تمام. طيب الفاليو بتاعه بقى هو ده بقى اللي هنكتبه. هاجي بقى في الفاليو بتاعه هقول له هات لي الفيو داتا اللي انا كاتبها هناك, خلاص اللي هي بتساوي الكرنت فلتر. تمام, اتاكد من السبيلنج ادي ناخدها كوبي افضل ما يبقاش فيها اي اخطاء. ونقفل البراكت. تمام, بعد كده هضيف الانبوت اللي هو سبميت. هقول له انبوت الباتون يعني من التايب سبميت ايكوال عايز سبميت. ماشي, الفاليو بتاعته تساوي سيرش. ماشي, والكلاس نديله كلاس عشان يجيب البيانات من بوت ستراب. هقول له بي تي ام. ماشي, بي تي ام ماينس ديفولت. نقفل البراكت. تمام, ممكن نضيف انكور كده يرجعني للصفحه الرئيسيه بعد ما بخلص السيرش. اقول له اي اس بي اكشن. تمام, يودينا على الاندكس اللي هو في الكنترولر الرئيسي. نقفل البراكت. ماشي, ونكتب باك مثلا تو فول ليست. دي الكلمه اللي هتظهر بالمنظر ده. ماشي كده يا شباب, نعمل سيف. تعالوا نرن كده. نفتح الستودنت. بصوا اهو, لو جينا نقارن نشوف اللي ظهر دوت. تعالوا نقارن كده عشان الناس تفهم. ادي فورم, انا عملت فورم اللي هو الجزء دوت, خلاص, وقلت له المسج بتاعته جيت, خلاص, والاكشن اندكس يعني فورم هنا في الاندكس. بعد كده فتحت كلاس وجيت في الكلاس عملت باراجراف وكتبت كلمة find by name اهي, find by name, خلاص. بعدها على طول text box input type من النوع text, خلاص, هياخد البيانات بتاعته من current filter يعني اللي هيتكتب هنا اللي هو خاص بالسيرش. بعد كده حطيت زرار وسميته search, خلاص. وبعد كده طبعا الكلاس الموجود هنا ده اللي هو نصبه لي عن طريق البوتستراب, اداله الالوان للبوردرز والكلام ده كله. بعد كده حطيت انكور, خلاص, باك تو فيل ليست. الاكشن بتاعه هيوديني فين؟ الاكشن بتاعه هيوديني للاندكس, يعني لما اضغط على الانكر ده هيوديني للاندكس, تمام, الرئيسي اللي هو ده. طيب تعالوا مع بعض كده نجرب. هاجي هنا اكتب وليكن حرف الام واضغط سيرش. بصوا اللي حصل, راح جاب لي كل الكلمات اللي فيها سواء في الفيرست نيم او لاست نيم. تمام, يعني هنا زينب دي ما فيهاش ام بس اللاست نيم فيه ام, فراح جابها لي. ممكن نخليها على الفيرست نيم فقط, تمام, لان انا هنا في الاكشن او سمارت الفانكشن الموجوده هنا استخدمت الفيرست نيم اور اللاست نيم هنا او هنا, خلاص. نيجي نجرب حاجه ثانيه, ايه مثلا, هيروح يجيب لي كل. تمام, نجرب ايه, اي دي اي, نجرب ار. تمام, اهو
الار الوحيده اللي موجوده اللي هو رامي، هقول له باك تو فيل ليست هيرجعني للقائمه الرئيسيه. ماشي كده يا شباب، ونكمل مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.